أول شيء بهاي الوقفة اللي حاصل اليوم هي وقفة اعتراضية على طريقة ونهج وزارة العمل، وليس فقط وزارة العمل، السلطة ككل بتناولها لأزمة سوق العمل في لبنان. في مقاربة أنا رأيي عم تتم من قبل وزير العمل بسميها زر للرماد في العيون أو هروب من معالجة الأزمة الفعلية حيث هي بالضبط. من يأتي من سوريا لكي يعمل في قوانين لبنانية بدي يطبقها، بس النازح السوري ما فيني أقول له تعال شوف شو بدي أعمل معه، في هذا له بحث خاص مستقل نتشارك نحن والمؤسسات الدولية كيف يجب التعامل معه وتأمين حجياته. نحن بنرفض نهائيا انه يكون في وزير عم بيحكي باسمنا عم بيقول انه هدول العالم ما بيحق لهم يشتغلوا، واحد يعيش ببلد ما بيحق له يشتغل شو معناتها؟ معناتها يموت، معناتها يجوع، معناتها خلصت حياته، كيف يعني واحد يقعد ببلد ما يشتغل؟ اصلا يعني اصلا الشغل اللي عم يشتغلوه هيدي الايام واخر 70 سنه بموضوع الفلسطينيين والسوريين باخر 7-8 سنين هو شغل يعني فيه الكثير من الكثير من الاستغلال ومن التحقير ومن التعذيب ومن العنصريه، بدل ما يحسن اوضاع الشغل عم يجي يقول ممنوع تشتغلوا اصلا. الدوله هاي خليها تعلن قديش في رساميل فلسطينيه، قديش في رساميل سوريه بالبنوك عندهم، ومين السبب في عدم فتح باب عمل للكل لبنانيا وفلسطينيا وسوريا. مش احنا، لا، هاي الدولة دولة فاشلة ما عارفة كيف تحقق فرص عمل، ما عارفة تعمل قطاع انتاجي تماما، وترك الناس من غير شغل وقاعدة بتضربها ببعض. بطبيعة الحال هيدي الحملة اصلا اللي خلقته اليوم خلقت تضامن واحساس بالتضامن، وخلقت احساس بالتضامن مع اللي عم يتحركوا بالمخيمات الفلسطينيه، مع اللاجئين السوريين اللي من بكثير من الاوقات حتى بيخافوا يظهروا من بيوتهم صاروا، وعم يتعرضوا لترحيل قسري. فانه نحن نخلق تضامن بين كل مكونات الشعب اللبناني بحد ذاته هيدا انجاز، وبنفس الوقت انه هيدا التضامن يصير مؤسس اكثر ويشمل مجموعات اوسع وشرائح اوسع. هيدا الهدف والخطة تبع هيدي الحملة اللي مكملة وما رح توقف بحياتها، لأنه هيدا النظام مكمل مع الأسف.